اسلوب التعجب، اول ما تشوف السؤال اسلوب التعجب لازم تكون حافظ قاعدتين مهمين جدا. اول قاعده، استخرج اسلوب تعجب، ابحث عن ما افعل زائد مفعول، افعل به زائد فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا. احذر ما الاستثناء، لان ما لو جت في الاستثناء يبقى ما دي مش تعجبيه، مش اسلوب تعجب. تاني قاعده، كيف اصنع اسم تعجب من فعل معين بثلاث خطوات. اول خطوه، هات الماضي بحذف المضارعه. تاني خطوه، لو ثلاثي صوغ على وزن ما افعل زائد مفعول، افعل به زائد فعل. لو غير ثلاثي هتحط ما اشد ثم المصدر من الفعل اللي انت عاوز تتعجب منه. نطبق. في امتحان ثانويه عامه 2021 ادبي، قال انما تنمو مشاعر الحب في ارض الوفاء. تنمو دي عاوز يتعجب منها، هو عاوز يتعجب من تنمو، بدل ده الجمله يبقى عاوز يتعجب من الفعل. طيب تنمو دي نطبق القاعدة، هات الماضي منها تبقى نما، ده الفعل الماضي. طب بعد ما نما فعل الماضي ايه اللي يحصل؟ يبقى بدل ثلاثي يبقى ما أنمى أو أنمي بمشاعر الحب. طب لو غير ثلاثي ناخده مثال، مثلا يستخرج الذهب، هجيب الماضي تبقى استخراج الذهب، يبقى ما أشد استخراج الذهب، لأن ده غير ثلاثي يبقى أزود ما أشد. طيب نشوف بقى الاختيارات اللي واحد طال. ما أنمى مشاعر الحب اللي رقم ده هي الصح، هي ده اللي انا جبتها بالقاعده. طب نبص على الثلاثه التانيين، ما أنمى ظهور الحب الا ماء الوفاء، الا دي خلت المد للمجلس نفي واستثناء بقيتش تعجب، يبقى اول واحده غلط عشان في استثناء. طب ما اعظم تنميه، اصلا نما دي ثلاثي، التنميه ده مصدر من الفعل نما الرباعي فما ينفعش. اجمل بمشاعر الحب، أجمل، طب فين تنمية؟ ما تعجبش منها. الصح اللي هو رقم دين، ما أنمى مشاعر الحب. خدوا بالنا كتاب الامتحان حاطط السؤال ده وحاطط الأربع اختيارات غلط، فدي غلطة في كتاب الامتحان. هو الصح إن دين ما أنمى مشاعر أو أنمي بمشاعر. شكراً.